مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من منزل الأسير المحرر بسام أبو عكر في مخيم عايدة شمال بيت لحم للاطلاع على تجربته في الاعتقال وما بعد الاعتقال. بسام أنجز درجة الماجستير من جامعة القدس أبو ديس، وهو باحث ومختص في الشأن الإسرائيلي وكذلك الإقليمي. سيد بسام، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، أهلا بكم جميعا. بداية، يعني لا يسعنا في ظل الحديث عن القضية يعني المسيطرة في حديث الناس والإعلام، خاصة الأسرى بعد خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام وموجات التحرر، سواء من خلال التمرد على الاحتلال أو من خلال خروج أسرى جلبوع وغيرها من الأحداث التي صارت مؤخرا، إلا أن نتكلم عن قصة وقصص الأسرى المحررين. بداية، لو تصف لنا تجربتك الاعتقالية، كيف بدت يعني كيف حكم الاحتلال عليك وقبل وما بعد؟ يعني أنا حقيقة أنا بدأت الاعتقال في سن مبكرة من عمري، من حياتي، وهذا الاعتقال يعني أخذ عدة مستويات وعدة اتجاهات وعدة مناحي. يعني كبقية أبناء الشعب الفلسطيني، يعني العمل الوطني هو عمل غريزي، عمل فطري، حب الوطن، حب الأوطان من الأديان. والأوطان هي عندما تكون تحت احتلال غاشم ويحمل منظومة استيطانية واستعمارية معقدة، يعني يجد الإنسان نفسه، خاصة إن كان هو يعني يعيش في أجواء اللجوء، وأجواء اللجوء تعني الحرمان وتعني الفقر وتعني البرد وتعني الجوع، وخاصة أننا جئنا بعد الجيل الثاني من النكبة. يعني نستطيع أن نكون نحن جيل نكبة العام 1967، يعني إلى حد ما يعني عايشنا آثار تداعيات النكبة الأولى التي عاشها الشعب الفلسطيني، وهذا يعني لمسنا فيه كل أجواء الحرمان والفقر والقهر والظلم والبؤس والشقاء، يعني اختلاط كل الأمور في بعضها. يعني كانت الحياة مليئة بالكفاح والقتال من أجل الوجود ومن أجل البقاء، وما واكب ذلك من مواجهة للاحتلال الذي استمر في التضييق والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني لم يفتر، يعني في كل سياقه، في كل مراحل مواجهته لهذا المشروع الاستعماري، عن مقاومة هذا المشروع الاستعماري بكل السبل وبكل الأدوات وبكل الإمكانات المتواضعة التي توفرت بين أيدي أبناء الشعب الفلسطيني. وأنا كأقراني وكأترابي واحد من هؤلاء الناس الذين تفتحت أعيننا على رفض هذا الاحتلال بسبب جرائمه ووحشيته وبسبب ممارساته. اعتقلت يعني للمرة الأولى وأنا شاب صغير مدة سنتان ونصف، ومن ثم يعني عاود الاحتلال اعتقالي عدة مرات بسبب نشاطي السياسي وبسبب نشاطي الاجتماعي والمجتمعي في الاعتقال الإداري، حيث مكثت حوالي 8 سنوات في الاعتقال الإداري بشكل متقطع. ويعني واحدة من هذه الاعتقالات استمرت لمدة 60 شهر في الاعتقال الإداري بشكل متواصل. ونحن خبرنا وعلمنا يعني هذا الاحتلال عن قرب، يعني تعلمنا لغة هذا الاحتلال ونعلم تماما كيف يفكر، وندرس هذا الاحتلال، هذا الاستعمار بأبعاده الثلاثة: بعده الاستعماري الكولونيالي، وبعده العنصري المرتبط بكل أساليب الفصل والتمييز التي يمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده على فلسطين التاريخية. وأيضا خبرنا هذا الاحتلال العسكري في أبعاده الاحتلالية العسكرية على الضفة الغربية والقدس. وأنا الآن أسكن في موقع إلى حد ما مشتبك مع الاحتلال، أنا على الجدار تماما، يعني بيتي، وأرى يعني أبراج الاحتلال العسكرية، يعني مركزه العسكري الذي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وهو محاذي لبيتي. لذلك أنت ترى الاحتلال في كل جوانب وفي كل تفاصيل حياتك وحياة أبنائك وأسرتك. نحن يعني حكاية طويلة مع هذا الاحتلال، سواء
في داخل الأسر أو في خارج الأسر. وأنا لم يختلف علي الأمر حقيقة كثيرا سيان، يعني ما بين يعني الحياة في داخل السجن والحياة خارج السجن، يعني لم يتبقى لهذا الاحتلال بسبب يعني ممارساتي في ابتلاع الأرض والحيز وعدم ترك أي شيء من هذا الحيز الفلسطيني للفلسطينيين، إما يعني جدار يلتف كما الأفعى في طول وعرض الضفة الغربية، وإما جدران أما أبراج عسكرية ومعسكرات وتحصينات لاعتباراته بين قوسين الأمنية. ويعني لم يتبقى لهذا الاحتلال أن يزرع يعني أعمدة ويضع أسلاك شائكة حتى نتحول إلى سجن كبير. يعني خرجنا من السجن الصغير حقيقة في كل جوانب حياتنا لنرى السجن الكبير. يعني نحن نتحدث عن نحو 24 عاما متقطع ربما بعضها وبعضها متصل. نعم. ما بين 24 عاما ما الذي تغير؟ يعني حقيقة هنالك يعني الكثير من التغيرات. يعني الشعب الفلسطيني في كل مراحل مواجهته لهذا الاحتلال كان موحدا. كان الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني يطمح ويتطلع ويرنو للاستقلال وللحرية. كان موضوع الحرية، عنوان الحرية ومشروع الحرية هو العنوان المركزي الذي يسيطر على الفكر وعلى الهم وعلى العقلية الفلسطينية. كانت الأحزاب الفلسطينية تتنافس على استقطاب نخب أبناء الشعب الفلسطيني لأخذها إلى مربع مواجهة الاحتلال. اليوم يعني وتحديدا بعد يعني الذهاب إلى التسوية الكثير من الأمور تغيرت. أصبح هناك الحديث عن دولة بدون دولة، الحديث عن سلطة بدون سلطة، الحديث عن سيادة بدون سيادة، الحديث عن مؤسسات الدولة يعني حقيقة في ظل عدم وجود دولة. لا يمكن كل هذه الأمور الحديث عنها في ظل احتلال جاثم غاشم موجود في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني، ويحتل الحيز ويحتل تفاصيل الحياة بكل أبعادها، ويعني يمنعك من الحرية ومن الحركة ومن التواصل ومن زيارة يعني باقي أجزاء فلسطين التاريخية والأقرب منها القدس والأقصى تحديدا. نحن محرومون تماما من هذا الموضوع. يعني القدس التي هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية والتي فيها أحلامنا وفيها يعني أماكن عبادتنا ومقدساتنا، وهي قبلة المسلمين والموحدين الأولى ومن ثم أصبحت يعني الثانية، وكل ذلك ونحن على مرمى أقل من حجر. يعني محرومون من كل هذا الأمر، محرومون من السفر، محرومون من الحركة، محرومين من حرية التجارة وحرية العمل وحرية التنقل وحرية التعليم حتى الحر. يعني إذا أنا أردت أن أكمل دراستي للحصول على شهادة الدكتوراه واصطدمت بحاجز الاحتلال، وكل شيء أنت تريد أن تفعله في نهاية المطاف أنت تصطدم بحاجز الاحتلال. ويأتي الحديث يعني عن دولة فلسطينية في حدود يعني أجزاء مجزأة ومقطعة الأوصال في ظل بنتوستانات محاصرة كل قرية ومحاصرة كل مخيم ومحاصرة كل مدينة. كل هذه الأجواء في بداية المشروع، في بداية عمل يعني عمل النضالي والوطني، يعني كان الهم كيف نأخذ كل أبناء الشعب الفلسطيني باتجاه بوصلة واحدة باتجاه الاحتلال. اليوم الأمور هنالك اختلاف جوهري وجدي في الكثير من المفاهيم، في تعريف يعني الأمور المعرفة. يعني أصبحنا نريد أن نعرف يعني ما هي إسرائيل، ما هي دولة الاحتلال، هل هي دولة مستعمرة أو دولة جارة. هذا بمفاهيم التسوية خلق مفاهيم جديدة وحالة اضطراب حقيقي لدى الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب. ربما ونحن نتحدث تمتزج الأسئلة ما بين خاصة تتحدث عن شخصك كونك يعني مشتبك بهذه التجربة والواقع المليء الذي يفرض نفسه كتجربة مستمرة على حياة الواقع الفلسطيني، وما بين التجربة بحد ذاتها القضية الفلسطينية التي نعيشها كل يوم. بعد تجربتك التي امتدت، يعني بدأت شابا واعتقلت وخرجت واعتقلت وخرجت وأكملت درجة الماجستير تبحث في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية، ما الذي ينقص الفلسطيني الآن والشاب الفلسطيني الآن في هذه المرحلة ليقدم ما هو جديد ربما؟
أنا في تقديري يعني أهم ما نفتقر إليه حقيقة في هذه المرحلة هو الوحدة، وحدة أهداف الشعب الفلسطيني، وحدة الشعب الفلسطيني، حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، أن نكون نحن يعني لدى الفلسطينيين الآن برنامج حد أدنى على الأقل متفق عليه فلسطينيا فيما يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نحن الآن يعني إذا أنت تريد الحديث يعني عن أي هامش يعني لا تجد رواية واحدة، لا تجد يعني وحدة هدف يعني لأبناء الشعب الفلسطيني كما كان حقيقة في السابق. أنا في تقديري يعني الذي نريده والذي أريده أنا والذي يعني يشكل رأس أولويات كل إنسان فلسطيني أنا حسب وجهة نظري هو الخلاص من الاحتلال. ما بعد ذلك نحن نستطيع أن نتدبر أمورنا، يعني نستطيع أن يعني بخلاصنا من الاحتلال نستطيع أن نبني آمالنا وأحلامنا وبرامجنا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، ونحن الفلسطينيون نستطيع أن نتحاور مع بعضنا. لكن في ظل وجود الاحتلال، الاحتلال يلعب دور مركزي حقيقة في تصدية الشعب الفلسطيني، تفتيت الشعب الفلسطيني، وجعل الشعب الفلسطيني مجزأ، ويحاول أن دائما يعني أن يبث كل أشكال الفرقة والتخريب. هنالك حالة يعني تحطيم للكثير من المفاهيم، كل القيم التي نشأنا والتي تربينا عليها هي لا تموت. بالمناسبة الشعب الفلسطيني شعب عظيم، شعب كبير وأصيل، لكن حقيقة ضغط الاحتلال، هذا الاحتلال الآن الذي يسعى إلى أن يكون احتلال غير مرئي، احتلال يعني يتعامل بمنطق المعاقبة والمراقبة، يعاقبنا عندما يريد ويراقب كل تفاصيل حياتنا، وخفى في الظلام تجدهم في الليل يعني يأخذون هذا ويتركون ذاك ويقتحمون البيوت ويخربون ويعبثون بالمحتويات. ذلك قلق يعني أنت أيضا يعني وأنت تعتقد أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة وأن يكون له كل مقومات الدولة، السيادة والحدود والسيادة على الموارد، على الموارد الطبيعية التي ينهبها الاحتلال، ويترك الشعب الفلسطيني حقيقة بسبب يعني ممارساته وسلوكه كفافا في كل جوانب حياته. عودة إلى يعني قضية الأسرى، برأيك إلى ما يعزى بسبب ربما ضعف الشارع بالانتصار لأسرى في سجون الاحتلال؟ أنا كما أشرت لك يعني أنا لا أستبعد يعني أي موضوع فيما يتعلق يعني على سبيل المثال في موضوع الأسرى من إسقاطات الواقع الخارجي على حياة الأسرى وعلى الأسير الفلسطيني. نعم يعني تراجع التضامن، يعني فكرة التضامن، ثقافة التضامن، تصور التضامن الذي كان دائما حاضرا يعني في ذهن وفي عقل وفي ضمير ووجدان كل إنسان فلسطيني، أنه كان كما أنه لا يقبل الظلم لنفسه لا يقبله لأي فلسطيني آخر عندما كانت يعني هنالك شهيد في أي مكان من فلسطين المحتلة، سواء في فلسطين المحتلة العام 48 أو في القدس أو في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، تجد كل الشعب الفلسطيني يتضامن ويتضافر يعني ويسند يعني هذا أسرة الشهيد ويرفض يعني هذا العدوان على الإنسان الفلسطيني بقتله أو حتى باعتقاله. اليوم الظروف تغيرت، يعني حركة التضامن الفلسطينية مع أبناء الشعب الفلسطيني مع ذاته مع الإنسان مع نفسه هي في تراجع دائم ومستمر، لدرجة أن الاحتلال يعني وكأنه أخذ كريديت ويعني بدأ يعمل بشكل مريح في التنكيل بأسرانا وممارسة كل أشكال التعذيب بحقهم، حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تشرعها كل القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان وكل القوانين الدولية. وهذا الاحتلال يستكثر على الإنسان الفلسطيني أنه يشتري من الكنتينة بعض الاحتياجات البسيطة جدا، ويعني يستكثر على الإنسان الفلسطيني أن يخرج إلى الفورة ساعة أو ساعتين يعني أثناء النهار
ويعتبر أنه يقدم الكثير لهذا الأسير الفلسطيني، وأن الأسرى الفلسطينيون ينعمون وكأنهم يعيشون في فنادق الاعتقال الإداري. هذا الاعتقال، الصمت على الاعتقال الإداري بحد ذاته هو جريمة، يعني يتحمل مسؤوليتها كل المجتمع الدولي، كل البشرية تتحمل يعني تبعات جريمة ما يمارس بحق الأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني من الاعتقال الإداري بشكل مستمر. هنالك 540 إلى 550 معتقل إداري، نصفهم من الرجال الذين تجاوزت أعمارهم ال 45 عاما. أنا كما أشرت لك في مرات سابقة أن الذي يعني يخرج من القرار الأول للاعتقال الإداري لا تتجاوز نسبتهم أكثر من 3%، والذين يتم الإفراج عنهم ما بعد القرار الثاني، يعني ما بعد الستة شهور الثانية، يعني الأولى يعني الستة شهور الأولى يتم الإفراج عن حوالي 300 من 550، 3% عفوا، 3% من نسبة 550، من عدد 550 معتقل إداري، وال 10% تخرج أيضا من نسبة 500، تقريبا 550 معتقل إداري. وأكثر من 70% من المعتقلين الإداريين يعني يمضون ما فوق 20 شهر في الاعتقال الإداري، يعني القرار الأول 6 شهور، وثم 6 شهور أخرى، وثم 6 شهور أخرى، وستة شهور رابعة، أو يجزئونها بطريقة مختلفة، 4 4 4 4 حتى تنهي سقف الاعتقال الإداري المعترف فيه من جانبهم الآن. يعني طبعا بإرادة الاحتلال، برغبة الاحتلال، هو يعني يجعلها مدة مفتوحة 5 سنوات أو 6 سنوات أو أكثر أو أقل، أو يعني أنت يعني الموضوع لا يوجد قانون ولا يوجد قاعدة ولا يوجد أساس يبرر ويوضح للإنسان الفلسطيني كم أنا سوف أمكث في الاعتقال الإداري. وإلا ما معنى هذه الإضرابات؟ يعني أنت تتخيل أن هنالك إنسان في الكون يذهب إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، الامتناع عن الطعام والامتناع عن تلقي العلاج والفحص الطبي لمدة تزيد عن 100 يوم. اليوم هشام أبو هواش أكثر من 103 أيام. نظرنا في موضوع مقداد تجاوز أيضا يعني هذه المدة، اقترب كايد الفسفوس من يعني 130 يوما. يعني العالم يجب عليه أن يفكر، لماذا الإنسان الفلسطيني يمكن كل هذه الأشهر بالامتناع الحقيقي عن الطعام؟ الكثير من الناس يعني يقولون أو يتصورون أن لا، قد يكون هنالك شيء من الأطعمة يأخذها الفلسطيني من تحت الطاولة أو يعني بشكل موارب. لا، الفلسطيني لا يأكل على مدار أشهر طويلة، لا يأكل ولا يعني يتغذى على أي شكل من أشكال الطعام مهما كان نوع وشكل ولون هذا الطعام، ويضرب إضراب يعني حقيقي وأمام سمع وبصر العالم وأمام ممارسات هذا الاحتلال يعني الوحشية وغير الإنسانية السادية إلى أبعد الحدود. يموت الإنسان الفلسطيني، يتضور جوعا ويكون لسان حالهم وقرارهم هو اختار أن يموت فليموت، اختار أن يموت فليموت. الإنسان الفلسطيني لم يختار أن يموت ولا يريد أن يموت، الإنسان الفلسطيني يريد أن يحيا، لكن هذا الاعتقال هو اعتقال باغي وظالم ومستبد وغير مقبول بكل الأبعاد الإنسانية والأخلاقية. بالتأكيد. يعني ختما لو تجمل لنا، كيف كنت تواجه الاعتقال الإداري كونك يعني أمضيت عدد طويل من الأشهر أو السنوات في الاعتقال الإداري؟ أنا حقيقة يعني أنا لا يعني أريد أن أصور نفسي على أنني يعني إنسان مختلف عن زملائي. لا شك أن الاعتقال الإداري اعتقال صعب، اعتقال يعني ما لا يوجد فيه رحمة، يتناقض مع كل الأبعاد ومع كل المستويات الأخلاقية والقيمية والإنسانية. لا يمكن لإنسان سوي أو يعني طبيعي أن يتحمل هذا الشكل من الاعتقال، خاصة وأنه بدون تهمة وبدون ملف وبدون محاكمة وأشكال وأجراءات المحاكمة، أجراءات يعني صورية وأشبه بالمسرحية. هم يقولون أنك أنت خطير وأنت تمارس خطر على أمن الجمهور وعلى أمن المنطقة، وأنت لا تعلم من هو الجمهور الذي أنا أشكل خطر عليه، ومن هي المنطقة التي أنا أشكل خطر عليها، ونحن محاصرين بالجدران.
ونحن جزء أصيل من النسيج الوطني الاجتماعي، وإن كان المقصود به الجمهور الإسرائيلي أو الصهيوني أو المناطق التي يعني تسيطر عليها دولة الاحتلال، فنحن لا نرى الاحتلال أصلا ولا نرى الجمهور الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، فكيف نشكل خطر عليه؟ هم يعني يحتجزوننا باعتقال يسمونه احترازي، ويطلقون عليه اعتقال لأسباب أمنية وتحت ذريعة ملف سري، والمعلومات الموجودة في هذا الملف السري معلومات صعبة. نحن نستقوي على هذا الاعتقال بالقراءة وبالدراسة وبالعبادة وبالرياضة وبالعلاقات الاجتماعية الطيبة، وكون النخب اللي موجودة في الاعتقال الإداري هم وجوه المجتمع الفلسطيني، هم يعني نخبة أبناء الشعب الفلسطيني. فلا يعني عندنا مثل بالعربي بيكون بالفلسطيني يكون نفس الرجال بحي رجال، والإنسان الفلسطيني بطبعه يعني اعتاد على قهر وظلم الاحتلال، لأن الإنسان الفلسطيني مسكون بطمأنينة أن هذا الاحتلال بإذن الله تعالى إلى زوال بإذن الله. وشكرا جزيلا لك بسام أبو عكر، يعني أثريتنا في نقاشك، ومتابعينا الكرام شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء. حبيبنا سهل، أصلا تسلم.